السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله هنشارك معكم مملحات اللي سهلين واقتصاديين بدون ورقة بسطيلة وبدون عجين كيوجدوا في رمشة عين. تابعوا معايا الفيديو ومقادير للاخر. اول حاجة هنحتاج واحد 3 بطاطات او 4 على حسب الكمية افراد الاسرة اللي عندكم. هنعدلهم في كسرونة، من بعد طبيعة الحال ما قشرتهم وقطعتهم طريفات صغارين. هيدا هنحتاج ثومة كيبقى اختيارية على حسب الكمية اللي بغيتو تعدلو. وغنحتاج الزبدة اللي كتعطيها مذاق مزيون وكتخلي البطاطا ديالنا تجينا طرية بزاف. ودابا غنعمل شوية الملح وشوية الابزار وغنعمر كل شيء بالماء. انا عملت الماء سخون باش تطيب لي البطاطا ديالي دغيا. تقدروا تعدلوا عين ماء من الروبيني ونخليوها حتى تطيب البطاطا ان شاء الله. من بعد ما خليت البطاطا ديالي طابت على هذا الشكل هذا خليتها تطيب مزيان. اول حاجه عملت لها هي ديك الثومه اللي كنت عملتها في الاول تسلق مع البطاطا، حيدت لها القشره وخليتها هنايا وضفتها مع البطاطا. ودابا غندهص البطاطا ديالي بهذا الشكل هذا. خصنا ندهصوها وهي سخونه باش تدهصنا مزيان، ما يبقاش فيها الحبيبات اولا تبقى فيها شي طروفه. ما نطحنوهاش بالخلاط الكهربائي حيت تقدر تعجننا، فمن الاحسن ندهصوها غير بيدنا فقط. صافي، من بعد ما دهصت على هذا الشكل هذا كامله عندي هنا كميه من السحتر اختياري. تقدروا تعدلوه، تقدروا ما تعدلوه شي فقط للنكهه. تقدروا الا بغيتوا تنسموا بالثوم بودره او ببصل بودره كذلك ممكن. هنا كنحك السحتر مزيان. ما تنساوش تعدلوا جيم واشتراك القناه وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. دابا غنخلي البطاطا ديالي تبرد لي مزيان ونرجع معكم ان شاء الله. ودابا غنشبر الخبز الابيض او الخبز التوست. اول حاجه غنعدلها هي غنقطع له الحواشي بهذه الطريقه، غنقطع له هاد الزوائد المحمرين كاملين. صافي، هنا ساليت الخبز اللي عندي كامل، قطعته على هذا الشكل هذا، حيدت له الزوائد كامله. فقط كفكره بالنسبه لهاد البقايا اللي عيبقاوكم تقدروا تحمروهم في الفران مزيان وطحنوهم ودلهم بقدونيس مجفف او الربيع وتعدلوهم. من بعد طحنوهم مزيان وتعدلوهم على شكل شابلوغ، كيجيو رائعين وحاجه اللي هي اقتصاديه وكتستعمل وكتعدل في البيت. وهنا الطوست اللي نقيته من الحواشي مزيان او الخبز الابيض ديالي اللي نقيته من الحواشي مزيان، نشبر واحد المدلك وندلك عليه بحال هيدا مزيان. كذلك نجرب معكم واحده اخرى، كندلك كنضغط عليه مزيان باش كيرقاق. صافي بهذا الشكل، صافي كيرجعنا على هذا الشكل هذا رقيق بالمره. انا غنكمل كامل الكميه اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله. دابا من بعد ما بردت لي البطاطا ديالي مزيان وكملت كامل الخبز اللي عندي على هذا الشكل هذا، اول حاجه غنعدله، غنوضع الطوست ديالي بهذا الشكل، غنعمل يدي في شويه د الماء وغنوضع البطاطا في يدي، غنشكلها بهذه الطريقه كيفما كتشوفوا معايا وغنحشيها بالجبن بهذه الطريقه. وغنشد على الجبن ديالي تنشكل الكره، كنتحصل على هذا الشكل هذا. غنوضعها في الوسط الطوست. ودابا غنتنيها بهذا الشكل وغنجيب واحد الفرشيطه وغنشد له الحواشي ديالها مزيان، غنضغط عليهم بهذه الطريقه هذه، كنضغط عليهم مزيان بالفرشيطه باش يتشدوا لي مزيان. كنقطع على الحواشي ديالها مزيان، صافي انا غنستمر كامل الكميه اللي عندي على هذا الشكل ونتلاقاو ان شاء الله. اول حاجه هي غنقوزهم في الطحين موراها بيضات. وموراها شابلوغ.
انا غنقليهم، تقدروا ما تقليهمش، فقط تعدلوهم في آلة البانيني. عملت الزيت في كسرونه يسخن مزيان وعندوز نقليهم ان شاء الله. وهذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه، كيجي مزيونين بزاف وسهلين في التحضير، اقتصاديين وكيوجدوا بسرعة. انا هفتح معكم واحدة تشوفوها من داخل كيف جات. بسم الله، كتجي على هذا الشكل. هذا تقدروا تقدموهم مع اي صوص، انا هنا قدمتهم مع مايونيز. اتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وتعدلوا اشتراك في القناة وتعدلوا جيم وتبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. إلى الملتقى إن شاء الله.